أهلا بكم. سؤال لازم نفكر فيه كلنا مع بعض، هل نحترم القرنية بتاعتنا؟ إجابة صعبة طبعا. واحد يقول آه طبعا بنحترم القرنية. بتحترمها إزاي أو بتحترميها إزاي؟ هل حضرتك وانت خارجة النهاردة رايحة تقعدي في الكافيه ما بتلبسيش عدسة عشان تغيري لون عينيكي؟ النهاردة ضيف مهم جدا جدا في عالم العيون، النهاردة هيكون في حوار ممتع للغاية، خيمة علمية وأكاديمية رائعة. النهاردة هنستمتع بحوار علمي على أرقى مستوى، تفصيليا في تفاصيل مهمة جدا جدا في مواضيع متنوعة، لكن هو سؤالها أو عنوانها الرئيسي هل نحترم عيوننا قرنية والعدسة؟ سؤال هيجاوبنا عليه ضيف العزيز ضمنيا في الحلقة، ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور عمرو شتا، استشاري أمراض القرنية وجراحات المياه البيضاء وتصحيح عيوب الإبصار، صاحب دكتوراه طب وجراحات الطب وجراحات العيون، المدرس بكلية الطب، عضو الجمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء وتصحيح عيوب الإبصار، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات المياه البيضاء وتصحيح عيوب الإبصار، وعضو الجمعية الرمادية المصرية الأكاديمي المتميز. اهلا بيك يا دكتور عمرو. اهلا بيك. عمال تضحك وانا بتكلم على عدم احترام القرنيه والعين عموما. طبيعي. احنا فعلا ما عندناش ثقافه ان ممكن حاجات بسيطه بنمارسها في حياتنا تاثر على صحه القرنيه او صحه الرؤيه بتاعتنا بشكل عام. وده اللي الناس ما بتتجاهله، ولحد ما توصل لمرحله بيبقى مشكله كبيره فبيلجا للدكتور عشان يحاول يحلها. مع انها في الاول بتبقى حاجه بسيطه جدا، مجرد لو كان لجا للدكتور في الفترات او في المراحل المبكره منها هيبقى علاجها بسيط، وهيقدر بعد كده يمارس حياته بالطريقه اللي هو عايزها وبالشكل المناسب اللي هو عايزه. عندنا محطات عديده النهارده في حوارنا، المحطه الاولى هقف عندها هي المايه البيضاء. في ستات ورجاله كتير بيتشخصوا على انهم ميه بيضاء او بيعانوا من مشاكل في الرؤيه، بس خايفين يعملوا اجراء خاص بالمايه البيضاء اعتقادا منهم انه لن يكون هناك تحسن كبير او لن يكون هناك يعني نقدر نقول فارق كبير بين رؤيتهم الحاليه ورؤيه بعد عمليه المايه البيضاء. ده فعلا احنا بقى في تخوف موجود في المريض المصري من ناحيه العمليه دي، وبالاخص كان زمان، لان كانت التكنولوجيا زمان مختلفه عن دلوقتي. بس دلوقتي الوضع اتغير لاسباب كتير. اولا التكنولوجيا فرضت علينا ان العمليه بقت سلسه ونسبه نجاحها عاليه جدا، حتى مستوى الرؤيه المريض بيستشف وبيتحس بيه بعد تقريبا من 3 لـ4 ساعات من بعد العمليه. النقطه الثانيه ان الحاجات الحياتيه اللي احنا بنمارسها خلت المريض مش يفكر بس في ان هو يتخلص من المايه البيضاء ويعمل زراعه عدسه بس عادي، ده بدا يفكر في ازاي احط عدسه بكواليتي او بجوده عاليه تخليني اقدر اشوف مش بس البعيد، لا البعيد واللي على مستوى 50 او 60 سنتي زي اللابتوب او تابلت، وكمان الحاجه القريبه. فبقى طموحاته زيادة، فالتكنولوجيا ساعدته ان هو يقدر يعمل كل دوت في خطوة واحدة، ان هو اجراء عملية المية البيضاء مع زراعة عدسات بكواليتي او بجودة عالية جدا. هنا عملية حقيقية ليك، عملية مية بيضاء حقيقية ما بتاخدش وقت طويل. العملية تقريبا من اول دخول المريض اوضة العمليات لحد الانتهاء منها بناخد تقريبا من 5 لـ10 دقايق. في خلالها بنقدر نتخلص او نشيل المية البيضاء المأثرة على الرؤية، وفي نفس الوقت نقدر نعمل زراعة للعدسة اللي هتدي له مساحة وترجع له الرؤية 6-6 زي الأول، طول ما العين كويسة ما عندوش أي مشاكل تانية في العين سواء كانت في الشبكية أو في عصب العين. في طفرة حصلت في العدسات الموجودة دلوقتي في العالم. ما هو ده المحور اللي احنا جايين نتكلم فيه النهاردة. احنا فعلا كنا زمان عشان المريض يحاول يشوف بنسبة 6/6 وفي نفس الوقت يستغنى عن نظارة القراءة، كنا بنحاول نعمل تكنيك اللي هو نخلي عين دوميننت العين الاساسيه يشوف بيها 6/6، والعين الثانيه نحاول نخليها تشوف بطريقه بحيث تكون اقرب لقصر النظر. دلوقتي الشركات بدات تفكر من ناحيه ثانيه خالص، ان احنا نحط عدسات باي فوكال او تراي فوكال، والعدسات دي فعلا عملت طفره ان خلت المريض يستغنى عن سواء نظاره المسافات البعيده او المشي زي ما بنقول، او النظاره بتاعه الحاجات القريبه سواء كان موبايل لابتوب او قراءه. وبعد كده مع الوقت الحالي طلع نوع جديد من العدسات، العدسات دي اسمها اكستندد ديبس اوف فوكس. العدسات دي يعتبر هي الافضل حاليا لان بتساعد المريض ان هو يشوف رؤيه سوبر فيجن سواء كان البعيد او القريب، وفي نفس الوقت ساعدت ان يحصل ان مدى التشوهات البصريه اللي ساعات المريض بيعاني منها
بعد عملية المية البيضاء أو الزغللة الليلية أو مشكلة في السواقة بالليل أو الهالات اللي بتظهر مع الإضاءة دي كلها تنتهي تماماً مع هذه العدسات. فبالتالي بدأ المريض يبقى عنده وعي إن هو قبل ما بيسأل على إجراء عملية المية البيضاء بيبتدي يسأل على إيه العدسة اللي هزرعها عشان أخد كواليتي عالية جداً سواء للحاجة البعيد أو للحاجة القريبة. وما بقى حتى الشوائب البصريه والزيغ البصري اللي احيانا بيواجهه المريض ممكن يتعالج. هو دلوقتي فعليا بقى ده التارجت بتاع المريض اللي هو بيسال على كواليتي عدسه عالي جدا عشان مش بس يشوف 6-6، ده هو عايز كواليتي ان هو يشوف 6-6 ويشوف في رؤيه ليليه زي الرؤيه الصبح، لان دي المشكله الكبيره اللي بتعاني اغلب الناس ان هو الصبح بيبقى شايف كويس خالص، لكن وانس ان جه بالليل يسوق هيحس ان في زغلله، هيحس ان في مشكله مع الاضاءه، هيحس ان اي اضاءه حواليه طالع منها هالات فيبتدي يتضايق. فالشركات فعليا ساعدتنا عن طريق العدسات اللي هم وفروها ان لا بقت الكواليتي اوف فيجن بالاخص بالليل بقت كويسه جدا لدرجه ان المريض خلاص ما عادش بيعاني من نفس المشكله دي خالص. تمام. هروح لمحطه ثانيه مهمه قوي عنوانها القرنيه المخروطيه. انا عايزك تشرح لنا ايه هي القرنيه المخروطيه بلس، وده سؤال مهم جدا، هل ممكن ان مريض القرنيه المخروطيه اللي بدا يعاني جدا في الرؤيه يرجع يشوف تاني 6-6؟ هو دلوقتي في الوضع الحالي ده ينفع فعلا. هو اولا يعني ايه قرنيه مخروطيه؟ قرنيه مخروطيه ده معناه ان المريض ده عنده ضعف في نسيج القرنيه. الضعف دوت بينتج عنه ان في زياده في تحدب القرنيه وزياده في نسبه الاستجماتيزم، فبالتالي بتكون الرؤيه بتاعتها مش كويسه. في بعض الناس بيكون عندهم وعي وإدراك بدوت فبيلجأ على طول للطبيب عشان يقدر يساعده، وده بيبقى في المراحل الأولية فبيكون المساعدة بسيطة وبيقدر يحافظ على مستوى الرؤية بتاعته وبيكون الحلول سهلة جدا وسلسة. وفي بعض الناس بيشوف إن الموضوع ده عادي ومتغير فبيضلوا يتأخروا لحد ما وصلوا لمرحلة متأخرة بيكون ساعتها العلاج صعب. طب إيه اللي حصل في الفترة الحالية دي ساعدنا إن إحنا ممكن نخلي فعلا مريض القرنية المخروطية مش بس نظره يتحسن، لا ده يرجع زي الانسان الطبيعي. بس المبدا الاساسي في الموضوع دوت ان لازم المريض دوت يكون موجود في المراحل الاوليه من تطور القرنيه المخروطيه. من خلاله نقدر نعمل حاجه زي زراعه الحلقات مع تثبيت القرنيه. طيب في خلال زراعه الحلقات دي احنا بنحاول نحسن من الكواليتي، ان احنا نقلل من نسبه الاستجماتيزم اللي موجوده في قرنيه العين. وبعد ما بنحسن من الكواليتي نقدر في نفس الوقت بتاع العمليه دي نعمل عملية تثبيت للقرنية. فاحنا كده بالنسبة لنا عملنا عمليتين في نفس الوقت، عملية وظيفتها ان احنا نحسن من مستوى الرؤية، وعملية التثبيت وظيفتها ان احنا نثبت وضع القرنية عشان ما يحصلش تدهور مع الوقت. يعني احنا دلوقتي اللي بنعمله بعد ما زرعنا الحلقات هنا احنا بنشيل الطبقة السطحية من قرنية العين عشان نبتدي نعمل الإجراء التاني أو العملية التانية اللي هي تثبيت نسيج القرنية، وده خطوة مهمة جدا لازم أي مريض قرنية مخروطية بيعملها عشان ما يحصلش أي تدهور أو يوصل لستيج في مرحلة أخطر من اللي هو فيها. العمليتين دول بياخدوا وقت قد إيه؟ تقريبا بياخدوا حوالي تلت ساعة. تلت ساعة. وبيقدر المريض يمارس حياته بعد 48 ساعة من إجراء العملية. هل في أشياء أخرى تعمل لمريض القرنية المخروطية؟ إحنا نقدر برضه نساعده بستيب تانية. ده لو عنده خطوة تانية. دي مرحلة تانية من طرق العلاج، بس دي المرحلة دي معتمدة إن المريض دوت مش عارفين نعمل له أي إجراء جراحي عن طريق القرنية عشان سم القرنية بتاعه ما يسمحش. فإحنا بناخد ستيب إن إحنا نصلح الاستجماتيزم اللي عنده ونعالج الكواليتي ده بإن إحنا نزرع له عدسات انكسارية. في خلال زراعة العدسات دي إحنا بنقدر نحسن من الرؤية بتاعته. إزاي؟ إن العدسات دي بتصلح قصر النظر اللي عنده وفي نفس الوقت بتصلح الاستجماتيزم اللي ناتج عن القرنيه المخروطيه بتاعته. كل اللي احنا شايفينه ده عمليات حقيقيه عندك، شايفين عمليه اهي لزراعه العدسات. دي زراعه عدسات انكساريه، ده مريض كان عنده قرنيه مخروطيه وكان مفيش مجال ان احنا نعمل له زراعه حلقات لان سم القرنيه بتاعه كان قليل. فاحنا عملنا له عمليه اسمها زراعه عدسات انكساريه. دي في خلال حوالي بالظبط 10 دقايق، وبعد العملية بيومين الحمد لله رجع شايف كويس جدا مع عملية تثبيت قرنية. بتحطوا العدسة في أنهي جزء؟ في الأنتيريو تشيمبر في الجزء الأمامي؟ لا، في حالات زراعة العدسات الانكسارية احنا بنحطها في الخزانة الخلفية ورا حدقة العين.
لان انا بشيل عدسه العين الطبيعيه وبحط العدسه دي، ودي مختلفه عن زراعه العدسات العاديه اللي انا بحط عدسه فوق عدسه العين العاديه. دي بيتحسن، بيرى المريض بتاع القرنيه المخروطيه بشكل 6-6. ده فعلا احنا وانس اللي احنا صلحنا نسبه الاستجماتيزم العاليه اللي عنده، بيرجع المريض في خلال 48 ساعه بيبقى مستوى الرؤيه بتاعه زي مستوى الحد الطبيعي اللي ما عندوش اي مشاكل خالص. بالعكس، ما بين المحطه الاولانيه اللي هي وضع الحلقات والتعامل مع تثبيت القرنيه، ومن المحطه الثانيه اللي هي زراعه العدسه الانكساريه، الوقت قد ايه ولا ممكن يعملهم ورا بعض؟ هي المرحله الاولانيه دي مرحله المريض وانس اللي هو عملها الامور بتحسن وما بيحتاجش يعمل عمليه زراعه عدسات انكساريه. احنا بنلجا لعمليه زراعه العدسات الانكساريه لو هو مش هينفع يعمل زراعه حلقات، عشان بيكون سمك القرنيه مش مسموح، لان عندنا سمك من القرنيه، لو السمك ده مسموح موجود يقدر نعمل زراعه الحلقات. لكن لو السمك ده قليل خلاص مش هنقدر نعمل اي تدخل جراحي في القرنيه بتاعه العين تماما، ونلجا الى زراعه العدسه الانكساريه مكان العدسه الموجود. ده فعلا. اذا ما في يعني كل الاحتمالات موجوده وكل الحلول موجوده للقرنيه المخروطيه، بس ده لازم يكون في شرط واضح، ان لازم يكون المريض جه في المراحل الاولانيه. لان في بعض الناس بيتاخروا قبل ما بيروحوا للدكتور، فبيكونوا وصلوا للادفانسد كراتوكونس، ان هو مراحل متاخره. اللي بيكون سمك قرنيه قليل جدا، بدا يحصل حاجه اسمها عتمات في سطح القرنيه، بدا يحصل الام شديده جدا للمريض، فساعتها ما مش هيبقى قدامنا اي حل غير عمليه زراعه قرنيه. ودي المرحله الاخيره من مراحل عمليات تصحيح او مشاكل القرنيه المخروطيه اللي بتواجهنا ساعات. هنتقل الى المحطه او الجزيره الثالثه، ودي محطه مهمه جدا، مرضى قصر النظر الشديد. وهنا بقى لازم تفسر لنا الاول يعني ايه قصر النظر، وامتى اقول عليه شديد، وما هي الحلول لقصر النظر الشديد؟ لانه الناس وهي بتفكر فينا دلوقتي هتقول ايه، طب ينفع لهم ليزك ولا ما ينفع لهمش؟ طب في ناس هيعدوا مرحله الليزك، ينفع لهم ايه؟ الناس دي غلابه، لان اولا نظارتهم سميكه جدا، ومن غير النظاره هم هانديكاب، واحيانا ما ينفعهمش عدسات لاصقه، ودول بقى يعني من مثلا وهم صغيرين مولودين عندهم قصر نظر، فيعني هنقول هيلبسوا العدسه اللاصقه 10 سنين، بعد 10 سنين المساله هتبوظ، الموضوع بقى صعب جدا جدا. هو مريض قصر النظر ده هو اللي عنده المقدره ان هو يشوف الحاجه القريب احسن بكتير من الحاجه البعيد. طيب هو اب تو ماينس 3 ده امور عاديه، ما اقدرش اقول عليه قصر نظر شديد. وانس اللي هو عدى اكتر من ماينس 4 ده بتبقى نسبة الرؤية بتاعته على المستوى البعيد صعبة جدا، في ناس بتوصل أكتر من ماينس 10، شفت الحاد ماينس 18. طيب المرحلة دي كانت زمان صعبة جدا تتعامل معاها، وفعلا الناس كانوا بيعانوا، سواء كان على النضارة تخينة جدا بتخلي شكل مش كويس، المريض مبقاش مبسوط بيها جدا، وفي نفس الوقت أي دكتور بيخاف ياخد الخطورة إن هو يعمل له إجراء جراحي، لان ممكن بعد فتره من العمليه سنه 2-5 يحصل مشاكل او تتبعات سيئه جدا لقرنيه العين. لحد ما ظهرت تكنولوجيا مهمه جدا، سواء عن طريق الليزر او عن طريق العدسات. عن طريق الليزر ظهر حاجه اسمها الفيمتو سمايل، ودي بقت حاجه منتشره جدا، دي ساعدتنا ان احنا نصلح اب تو ماينس 10. ده من خلالها بنقدر نصلح قصر نظر شديد زي ما احنا عملناه هنا، وفي نفس الوقت بنحافظ على النسيج القرنيه، لان مفيش قطع او فصل للطبقه السطحيه من قرنيه العين زي الليزك او الفيمتو ليزك. طيب في ميزه تانية فيها، طبعا، ان هي بتساعدنا ان الناس اللي عندهم جفاف شديد او الناس اللي بيلعبوا رياضات مهمه دي بتكون مور سيف، لان نسبه الجفاف معاها بتكون قليله مقارنه بالليزك او الفيمتو ليزك، وان انا عن طريق ان انا بعمل فتحه صغيره جدا في قرنيه العين مش زي الفيمتو ليزك انا بعمل فلاب او قشره سطحيه كبيره، فأي حد بيمارس أي رياضة ما بيكونش عنده نفس القلق والتوتر إن هو لو اتخبط في عينه يحصل له مشكلة، لا بالعكس تماما. ده الفيمتو سمايل. طيب الكاتيجوري التاني اللي هي زراعة العدسات، ودوت ساعدنا اللي احنا نصلح قصر نظر أو درجات أعلى من عمليات الفيمتو سمايل. ودوت بيعتمد على فكرة إن احنا لو عندنا الخزانة الأمامية من العين عمق بتاعها كافي إن احنا نحط عدسة، فبالتالي بنقدر نعمل العمليه دي في خلال 5 دقائق. العمليه ديت بيرجع المريض بعدها بساعتين 3 شايف كويس جدا، ما عندوش اي مشاكل، مش هيعاني من اي حاجه، بس اهم حاجه في العمليه دي ان احنا نعمل كل الفحوصات ونعمل تدقيق شامل لكل الدرجات او لكل الداتا اللي موجوده في الفحوصات، بحيث ما يحصلش لا قدر الله ارتفاع في ضغط العين
أو مشاكل تأثر على القرنية أو على السترعين. لكن هي كعملية مور سيف ما فيهاش أي مشاكل تماما. طب افرض إن الخزانة الأمامية مش تسمح بزراعة العدس والعيان عنده 50 سنة مثلا، ساعتها هنمشي في عملية تالتة خالص اسمها عملية استبدال عدسات. ودي أصلا ساعات أنا برشحها للناس اللي بيكونوا عدوا سن 40 سنة. ليه؟ عشان أنا ممكن دلوقتي المريض ما عندوش مية بيضة أو ما عندوش حتى البدايات وعمله زراعة عدسات، بس مع تطور السن بيحصل له تغيرات سنية اللي هي المية البيضة، فممكن لما النظر يبتدي يضعف تاني هلجأ إن أنا أخش أعمل عملية تانية، هشيل له العدسة اللي أنا زرعتها وهضطر أشيل له عدسة العين وأحط عدسة تانية. فإحنا ممكن نكون في غنى عن كل ده خالص، إن أنا هديله أوبشن إن أنت بدل ما تعمل زراعة عدسات هتعمل عملية استبدال عدسات. في خلال العملية ديت أنا صلحت له قصر النظر اللي عنده، صلحت له استجماتيزم لو عنده استجماتيزم، وبالتالي ما عادش فرصه او مجال ان هو يحصل له ميه بيضه فيخش العمليه تاني خالص. ويبقى بعد ما كان مثلا ماينس 16 ولا 15 ولا كده خلاص بقى 6-6، هو بيطلع بلان وفعلا ما عندوش اي مشاكل خالص. بيرجع لحياته الطبيعيه جدا، شايف 6-6. ده بالعكس، ده في ناس لما بيكونوا لابسين النضاره بيكون نسبه الرؤيه بتاعتهم بالنضاره اسوأ من بعد العمليه، لان احنا عارفين ان عدسه النضاره بتكبر شويه غير لما احط عدسه جوه العين، فبتبقى الكواليتي بتاعه الرؤيه مع زراعه العدسات او مع استبدال العدسات افضل بكتير من النضاره. هروح لمحطه ثانيه مهمه جدا، هي قرحات القرنيه. في ناس بيجي لها قرحات في القرنيه وهم مش واخدين بالهم. ده فعلا، والمشكله الاكبر كمان ان هم بيلجأوا للكورتيزون. فاحنا الكورتيزون ده عارفين اللي هو ماده السحر بتاعتنا، فالاول ما يحط الكورتيزون يقول بس انا خفيت انا بقيت كويس، هو مش عارف ان هو بيساعد ان التهاب الميكروب اللي جوه نسيج القرنيه دوت ينتشر. فعقبال ما يجي للعياده عند الدكتور يكون له وصل لمرحله سيئه. بالعكس، احنا بنحاول قدر الامكان نعالجه فبيصير نتيجه اقصر. ازاي بنتعامل مع قرحات القرنيه؟ ازاي نشخصها؟ هو اولا يعني ايه قرحه القرنيه؟ قرحه القرنيه معناها ان احنا عملنا حاجه، الحاجه دي اثرت او عملت خلل في اول خط دفاع في قرنيه العين اللي هي الخلايا السطحيه من القرنيه. دوت موست كومن مع الناس اللي بيلبسوا عدسات لاسكو، او مع الناس اللي خدوا تروما اتخبطه في عينهم وبعد كده جم بمنتهى العفويه غسلوا عينهم بميه عاديه خالص. طيب الحاجات دي ممكن تعمل ايه؟ ابسط مثال عدسه لاسكو. عدسه لاسكو دي بتعمل حاجه اسمها ماينور تروما، كانك بالظبط خبطت خبطه بسيطه في القرنيه. مره مع الثانيه مع التكرار مع السنين الطبقه السطحيه من القرنيه دي بتضعف، فبتساعد ان اي ميكروب يخش جوه العين. الميكروب ده وانس اللي هو دخل وما عرفناش نعمل له مانجمنت بسرعه بيبتدي يعمل حاجه اسمها قرحه بقرنيه العين. القرحه دي بقى ليها مشاكل كتير، اولا اللي هي بتاثر على نسيج القرنيه زياده فبتاثر وبتعمل عتمات، وفي نفس الوقت عشان نبتدي نعالجها بتسيب مكانها اثر. يعني حتى احنا لو عملنا مينيمايزيشن للانفكشن ده وعملنا كنترول عليه، هي ترى الموضوع دوت بيختفي تماما؟ لا، ده هو بيسيب اثر في القرنيه. بينتج عنده ان احنا ممكن نخش نعمل عمليه او اجراء تاني عشان نحسن من رؤيه المريض. في بعض الاوقات في المراحل المتاخره بقى بيحصل ان نسيج القرنيه بيحصل له تاكل، وخصوصا مع الاكانسميبا، ودوت بتكون مرحله صعبه جدا بياخد علاجها شهور. لكن تبيبه نوع من الانفكشن، عدوى مخيفه. دي عدوى مخيفه جدا ومنتشره جدا مع المرضى بالاخص اللي بيلبسوا عدسات لاسكو، او الناس اللي بتخبط في عينهم وبيجوا بعفويه جديده بيغسلوا عينهم بالميه عادي، ميه من الحنفيه. وما فيها الاكانتميب طبعا. وكمان هو اول حاجه بيجري عليها زي ما حضرتك قلت كده على الصيدلي، اللي هو لازم يديله قطره فيها كورتيزون، فبيقعد يومين 5 ايام يلاقي الامور اتحسنت، وبعد اسبوع يبتدي يفهم بقى ان حصل له مشكله كبيره زي اللي في الصوره ده. ده حصل له ان حصل تاكل في نسيج القرنيه، واضطرينا ان احنا نخش لازم نعمل عمليه زراعه قرنيه لمجرد ان احنا نحافظ على العين بتاعته. مأساة كبيره قوي ده فعلا. يعني دي معظم النار من مستصغر الشرر. ما هو ده المثل الحقيقي، ودي حاجه تافهه انفكشن. ووصلت العيان انه يعمل زراعه قرنيه، عمليه من الميجر، من العمليات الميجر عندكم، العمليات الصعبه اللي بتاخد ميجر وقت كبير لحد ما نوصل لمرحله كويسه من الاستشفاء، وللاسف في بعض الاحوال ممكن يحصل رفض ليها.
ما هو الرفض ممكن في احسن بيست هاند، في احسن ايد ده فعلا. وده خصم بيعتمد على زي مثلا الصوره دي، ده التهاب فيروسي. مشكله الالتهابات الفيروسيه اللي بتحصل في القرنيه ان هي ريكورنت، وانس ان مناعه المريض قلت في اي لحظه او في اي وقت او بدا ياخد ادويه فيها كورتيزون بترجع له تاني وبتسيب مكانها اثر. العلاجات ممكنه برضو في الحالات اللي زي دي. انا شايف ان التشخيص هو 90% من العلاج اكيد، واهم حاجه في التشخيص واللي احنا دلوقتي ما بقيناش مهتمين بيه، ودي نقطه مهمه جدا، ان احنا نعمل حاجه اسمها عينه من قرنيه العين. يعني احنا دلوقتي المشترك بين القرح بتاعه العين ان كل قرحه ليها خصائص معينه، بس في انواع من الميكروب بتبقى الخصائص دي مشتركه بينهم. طب عشان انا افصل بين ده ازاي؟ ان انا باخد المريض وباخد عينه من نسيج قرنيه اللي فيها الالتهاب وبعمل له فحص تحت الميكروسكوب يبين لي، زي مثلا ده بيقول لي المريض ده عنده التهاب عن طريق الاكانسميبا، فدوت بيديني اول خطوه في الطريق الصح لعلاج المريض. بس المشكله اللي احنا ساعات بنعمل خطه علاج للمريض بدون التاكد هو عنده ايه بالظبط مسبب القرحه اللي في القرنيه، فبالتالي ممكن المريض يمشي شهور على علاج ما يكونش مناسب للوضع بتاعه، فيوصل لمرحله متاخره تخلينا في الاخر نعمل عمليه زراعه قرنيه. دي زراعه قرنيه؟ ما دي المراحل المتاخره اللي بمر فيها، ان اغلب الناس للاسف بيجوا لنا بعد ما يكون عدى وقت كبير وان حصل تاكل في نسيج قرنيه او حصل سحابه عميقه في نسيج قرنيه، فبيكون العلاج بتاعها فعليا ان احنا نعمل عمليه زراعه قرنيه. عن طريق عمليه زراعه القرنيه بنحاول نوصل المريض في خلال 6 شهور لسنه ان يرجع تاني لمستوى رؤيه كويس، وده طبعا بتبقى مرحله علاج صعبه للمريض وللدكتور في نفس الوقت. وان كان بعض الصور اللي احنا شفناها يعني قويه شويه، لكن احنا قصدنا ان احنا نكون صرح جدا من واقع العياده. ضيف العزيز واحد من الاسماء البارزه في عالم طب العيون الاستاذ الدكتور عمرو شتا، استشاري القرنيه وجراحات المياه البيضاء وتصحيح عيوب الابصار، دكتوراه طب وجراحات العيون، المدرس بكليه الطب، عضو الجمعيه الامريكيه لجراحات المياه البيضاء وتصحيح الابصار، والجمعيه الاوروبيه لجراحات المياه البيضاء وتصحيح عيوب الابصار، والجمعيه الرمضيه المصريه. نورت الناس الحلوه. ربنا يخليك. اشكرك شكرا جزيلا على قبولك دعوتنا ووجودك معانا النهارده. ربنا يخليك، اشوفك دايما على خير. خليكوا دايما مع الناس الحلوه.